السلام عليكم اخوتي، انا بغيت نحكي لكم القضيه نتاعي. انا انسان فلاح بسيط، عندي شويه صايه شويه مايس، نكتب الخبز فيهم، هذوكم راس مالي. جاو السراكات داهم خلوني في الطرحة. أنا نوجه نداء السلطات والشعب الرحيم في فوق الباب الرحمة، والسارك اللي سركهم نوكل عليه ربي، نوكل عليه ربي برك ما يربحش بهم. أنا كون جا قال لي أرواح أعطيني 60 مليون ولا 70 مليون وأنا نمدهم له هكذاك، نمدهم له أنا، ما كان حتى مشكل. بصح هو الدهم غدرني للغالب، انا حياتي كامل وانا نعس، حياتي كامل وانا نعس. الليلة دي ما عسيتش فيها الدهم، الليلة دي ما عسيتش فيها الدهم. 43 سنة لا زواج لا والو، مازالني سيليباتير يتيم. تسمع كلمة يتيم، الدمعة تولي تسرسر. هذا واش راح نقول انا، هذا قدام ربي ما نسمح لك انسى لا في الدنيا لا في الاخره، وشي ما عادي دار فيا الشر ما نسمح له لا في الدنيا لا في الاخره. هذا واش كاين. السلام عليكم.